عينه صابت فرقتنا يا حبيبي بين يوم وليلة. مؤخرا يعني عم فكر بالموضوع صرت هو انه اعمل هوليوود سمايل. بحب حدا يدلعني والله العظيم، بحب احس الدلع على الاولاد. امي كانت مره قالت لي، امي حطت لي على الانستغرام كومنت سعودي، شلتها عملت بلوك لامي، دقيت لها قلت لها فهمانين ليصيروا مثلي ومثلك بدهم يا حياتي سني اسعد. هلا في كثير اوقات حلوه كانت بحياتي وفي كثير نجاحات وهالقصص، بس اسعد يوم بحس هيك الفرحه اللي كانت كثير كبيره هي وقتها نجحت بستار اكاديمي، لانه كانت هي البدايه لمسيرتي الفنيه. سحبة للذكرى وناطر دفشي غرقان ببحر الماضي وبدي أشي. ميلي قصة حب كيف بلشت خلصت، أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت، تعلمنا الحب من الناس. بدي اتجوز، اكيد بدي اتجوز، وهيدا هيدا الموضوع ما راح من بالي من انا وعمري 25 سنة. بدي جوزك. بدي تجوزينا؟ ايه. بتجيب لي اولاد. ماشي. وفرح فيك. خلص ليك هلا عملت غنية اسمها كل اثنين، هي غنية للاعراس. ايه. شو بدك احلى من هيك؟ لا لسه رح تجيب لك، رح تجيب لك اولاد هالغنية. غنية منيحة منيحة. اكيد ابغار، بس مش الغير اللي هي اللي بتخنق يعني. بالعكس بفكر كثير بعقلي، بس انه اكيد ابغار، ما في حدا بيحب ما بيغار. انا اصلا دائما من وقت لوقت نزل اغاني على البيانو، سو عم بقضيها للساعه شي 2 3 الصبح 4 الصبح عم بعزف بيانو. ما كل شي نحن نوصل من اللي بعد دقيقه، ما كل شي نحن نوصل من اللي بعد دقيقه.